إصلاح مصر كلها والمطالب بتلبى في حدود الإمكانيات بتاعة الدولة، لأن بالتأكيد إن كلنا في كل المحافظات لينا مطالب تساوي 10 سين. الدولة كلها أي حد اللي مطلب بياخد 10 سين بياخد إيه؟ بياخد سين؟ بياخد سين ونص؟ بياخد 2 سين؟ ده اللي ماشي وده اللي موجود واللي حضراتكم إن شاء الله هتشوفوها هتتأكدوا منه إن شاء الله خلال هذه الفترة. إحنا يعني اسمحوا لي في التقديم دوت، إحنا جاهزين بريفنج بسيط كده هيقوله زميلي الأستاذ سمير أسلام عن الخلفية التاريخية لموضوع النوبة ووجود الدولة لتربية مطالب أهل النوبة، ثم بعد كده الزميل العقيد محمد خضر هيقول لحضراتكم على البرنامج بتاع الزيارة بتاعت حضراتكم، ثم هنستكمل البرنامج إن شاء الله. تقابلت مع السادة النواب أسوان، وهذا ما إنما يدل فيدل على أن الرجل المناسب في المكان المناسب، وهذا ما نفتقده نحن النواب على سبيل المثال بيننا وبين محافظة القليوبية وأنا من